يعني من اللي يضيق بك الأحوال ويكسف لك البال وتعصر الأمور تصدق، لكن بشرطين. تصدق في سبيل الله، هذه العبارة هذه قال في سبيل الله، من ألطف العبارات القرآنية، عجيب، لأنها تجعل ذلك المال فعلا إن كان حقا قصد به وجه الله، إذا قصد به وجه الله عز وجل كتكون عنده واحد المنهج يقربك من الله، كيقربك تختصر به المسافات. ذهب أهل الدثور بالأجور، الناس يعبدوا يقوموا الليل يعني يصوموا يديروا أشياء، ومشاوا مسافات قطعوا مراحل في طريقهم إلى الله عز وجل. يأتي المتصدق إذا حقق معنا في سبيل الله فإذا به يكون من السابقين، وفي وقت أوجز مما قطعه الآخرون.